ولكن نحن يعني يمكن عندنا نظر كانت من الحوار الوطني، من مخريات الحوار الوطني وتعسف الدولة أو الحكومة السابقة في تنفيذ هذه المخريات، وصلتنا قناعة تامة بأنه ما يقول في الساحة السياسية سينقضي على هذا النحو، لأنه المعارضة كانت معارضة هشة بصراحة ومعارضة ضعيفة ما كانت بتقدر تقدم، لأنه لو كانت بتقدم ما كان عمر الإنقاذ يستمر لـ30 سنة. هذه الحركات إذا تكلمنا عن الحركات بصورة خاصة، هذه الحركات غادلت هذا النظام ما يقارب أكثر من 30 سنة، يعني من 30 سنة هي امتداد من حرب الجنوب يمكن قبالة 30 سنة. هذه الحركات تغادل بضراوة جدا هذا النظام لأشياء كثيرة جدا، يعني لأشياء كثيرة جدا. ولكن بعد اجتمعنا داخل الحوار الوطني لمسألة سلمية ولقناعاتنا بالسلام ولتجنب هذا الشعب من المعاناة ومن التواقع، جينا نساهم في حل هذه المسألة، وتوافقنا داخل الحوار الوطني عبر الوثيقة الوطنية، والناس طرحت كل رؤى افتكر في طاولات بتاعت نقاش دون سلاح ودون أشياء كثيرة جدا، ولكن عدم تنفيذ المخرجات والإجراءات التعسفية والتسلط في الكيانات السياسية والحزبية بالذات، يعني الحزب كان بيتبنى مصالحه من خلال التوظيف وتهميش بعض القوى السياسية. الأحزاب برضو كان في أحزاب كثيرة جدا شاركت في الحوار الوطني، ما يقارب 105 حزب و30 حركة مسلحة، 30 حركة مسلحة بقيادة مجلس حركات سلام دارفور الأستاذ آدم علي شوقار. والأحزاب السياسية التغينا من خلال هذا الحوار الوطني في قاعات، ولكن كل الرؤى كانت داخلنا تحسنا بأنه لازم يكون في تغيير في هذه المرحلة، بس متى وكيف هذا ما صنعه الشعب بصراحة. نحن يعني ما نتبنى هذه الثورة ولا هذه الثورة، ولا في حزب أنا أفتكر أنه ممكن يتبنى الثورة، لأنه لو أصلا في حزب عايز يتبنى الثورة كان يتبناها من 30 سنة. هذه الإنقاذ من أول سنين هذه هي وضعها كان في 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 الدولة، ووضعها كان على المواطن السوداني. تفاقمت الإشكاليات بالاستبداد وعدم قبول الآخر والعنصرية في اختيار السليم في الوظائف كانت تشريعية أو إذا كانت الدستورية، فأين هذه الأحزاب وأين هذه الحركات من 30 سنة؟